السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد خاص بتلاميذ سنة الثانية بكالوريا، تلاميذ الذين يدرسون في كتاب Insight to English. اليوم سوف نمر إلى الوحدة رقم 2 عنوانها The Gifts of Youth. Eden. Hi everyone. Welcome again to this English course presented by Ahmed Sayar. Now before we start, I'd like you to share, follow and subscribe. Thank you for subscribing. شكرا لكم على دعم هذه القناة اللي هي قناة ديال تلاميذ ديال المملكة المغربية طبيعة الحال في التعليم العمومي وكذلك التعليم الخصوصي وأي واحد اللي بغى يتعلم الإنجليزية. إذن غادي نبداو بالوحدة الثانية اللي كاينة عندنا في كتاب Insights into English الخاص بتلاميذ second year back students اللي كيقراو بطبيعة الحال في الكتاب. غادي نبداو بيونيت نمبر 2 The Gift of Youth. بسم الله على بركة الله. Improve your communication skills. So, إذن هذه أول صورة اللي عندكم في أول صفحة بطبيعة الحال. Read all about it. عندنا هنايا before you read, so what do you see in the picture? شنو هو الملاحظ في الصورة هذه بطبيعة الحال. This is a group of teenagers. So these are teenagers or youth or youngsters. Okay, young people, شباب. إذن هذه محور كامل غيكون عندنا على الشباب والخاصية ديال الشباب والقيم ديال الشباب. Look through the list of the strengths of youth. إذن هنا عندنا واحد لائحة ديال القوة أو الأسس ديال القوة ديال الشباب. So we have energy first. Energy, القوة. Young people have a vital and energetic role to play in society. إذن عندهم واحد دور حيوي ودور اللي هو energetic يعني عندهم طاقة حيوية عندهم نشاط دور اللي ممكن يلعبوه في المجتمع. Perseverance, they keep on despite difficulty, يعني متابرة يعني رغم الصعوبات كيستمروا. They don't give up, لا يستسلمون. Enthusiasm, they are enthusiastic about education, بمعنى متحمسين بخصوص التعليم. Patience, they show patience in resolving problems, بمعنى كي يبينوا الصبر في حل المشاكل. Flexibility, they can adapt to change, بمعنى ممكن أنهم يتأدبطوا مع الشانجمون مع التغييرات. Sociability, they are sociable, بمعنى أنهم اجتماعيين. Friendly and nice. Optimism, they look forward to a brighter future. طموحين متفائلين. They look forward يعني يطمحون إلى مستقبل اللي هو مستقبل زاهر. Brighter, مستقبل مشرق. Add more strengths of youth to the list, share them with a partner. أنا غادي نعطيكم ملي غنكمل هاد لاباج هادي غادي هاد الديابو غادي ندوز نعطيكم خصائص أخرى. Weak point, ماشي weak point يعني نقط القوة اللي كاينة في الشباب. In pairs, briefly answer these questions. غنجاوبوا على الأسئلة اللي عندنا هنايا. Who makes up 80% of the world's population؟ شكون اللي كيكون تقريبا 18% من سكانة العالم طبيعي الحال؟ youth. Why is youth a very important force؟ على الشباب هم قوة مهمة جدا. Because they have the power and strength. عندهم قوة طاقة. How can youth prove their competence؟ كيفاش ممكن هاد الشباب يبينوا القدرات ديالهم مؤهلات ديالهم؟ By participating in politics and voicing their opinion, من خلال المشاركة ديالهم في السياسة. And voicing, والجهر بالرأي ديالهم, تعبير على الرأي ديالهم. In your opinion, which issues, ما هي القضايا في نظرك should we consult, اللي ممكن نستشروا فيها الشباب؟ All the issues, إذن جميع القضايا ممكن نستشروا فيها الشباب. Alright, so more adjectives about youths. معلمة سواء عندنا هنا vigor هي القوة, عندنا هنا imagination الخيال, عندنا هنا creativity الإبداع, adventure المغامرة, innovation التجديد, ابتكار, talent الموهبة, ambition الطموح, enthusiasm الحماس, وعندنا audacity بطبيعة الحال الجرأة. هادو هاد الكلمات هادو هي عبارة على أسماء ولكن adjective ديالهم هي يعني vigorous. إذا بغينا نستعملوها في الجملة نقولوا young people are vigorous, okay, يعني قويين. They are also imaginative, okay, they are also creative, مبدعين. They are adventurous, they are innovative, they are talented, they are ambitious, they are enthusiastic, and they are
audacious. Okay, they are audacious. Audacity, audacious. جريئين. عندنا هادو لي زادجكتيف اخرين اللي ممكن نحاولوا تكتبوهم، حاولوا تكتبوهم نهار ديالكم، وحاولوا تعملوهم في شي تشار تحفظوهم، مهمين هادو. So as you read still in pairs, read the article below to check your answers. اذا هنايا they are not only the future, they are also the present. اذا الشباب ماشي فقط هما المستقبل ولكن هما الحاضر. التكست هو اللي مهم في واحد مجموعه ديال المعلومات، حاولوا ما امكن تقراوه، حاول ما امكن تشرحوا الكلمات. ندوزو نشوفوا الاسئله اللي عندنا. strengthen your vocabulary، تقويه الفوكابولير. one way of strengthening your vocabulary is learning words that go together. اذا من بين الاشياء اللي كتخليك تقوي الفوكابولير ديالك هي كتعلم كلمات اللي كيمشيو مع بعض. بحال دابا problems في التكست عندنا societal problems، solutions في التكست عندنا potential solutions، citizens عندنا في التكست كتمشي مع equal citizens، critical كتمشي مع constructively critical roles، كتمشي مع determining roles، aspiration higher aspirations تطلعات عالية. Another word of strengthening your vocabulary is learning words with the same meaning. كلمات اللي عندها نفس المعنى. Ignored في التكست. Ignored عند المعنى ديال go by unnoticed. Trustworthy مرادف ديالها هي reliable. يمكن الاعتماد عليه وتوقع فيه. Recognize acknowledge. تعترف ولا تتعرف. Ambitions طموح. Okay, aspirations. Necessary for مرادف ديالها lifeblood. Not of the same nature. Heterogeneous, okay? Heterogeneous, بمعنى غير متجانس. Our English class is not. We all have the same goals and the same level of English. إذن هنا our class is not heterogeneous, غير متجانس, okay? لأن كل شيء كاملين عندنا طموح واحد. إذن هو is not heterogeneous بمعنى متجانس، ماشي غير متجانس بالعكس. Some people think that money is for happiness, so is lifeblood. As young people, we should clearly define our aspirations. The sources of newspaper should be reliable. إذا المصادر ديال الجريدة يجب أن تكون موثوقة. Errors slow your computer down. إذا هنايا unnoticed errors. And I acknowledge that hard work pays off. أقر وأعترف بأن العمل جاد pays off بمعنى كيعطي نتيجة ولا عنده نتيجة. Talk it over. هنا عندنا واحد مجموعة أسئلة اللي غنجاوب عليها. Which youth issues should we be all concerned about? شنو هما القضايا ديال الشباب اللي خصنا نكونوا مهتمين بها؟ I think we should be all concerned about youth's ambitions and freedom of speech. إذن خصنا نكونوا مهتمين بالطموح ديال الشباب وحرية الرأي. What are two or three ways in which young people can participate in society? شنو هما جوج أو ثلاثة ديال الطرق اللي الشباب ممكن يساهموا يشاركوا participate in society. Youth can participate in society by being involved in politics and making the change. Okay, يمكن يشاركوا في المجتمع by being involved باش يكونوا منخرطين في السياسة ويقومون بالتغيير. How must we empower? كيف يمكننا تعزيز young people to become resourceful citizens؟ يعني مواطنين عندهم منفعة. إذن we need to give them the opportunity and ability to prove themselves. نعطيهم فرصة والقدرة باش أنهم يبروفيو راسهم، يعني يفرضوا راسهم، يبينوا شنو عندهم. Number four, where can we allow young people to voice their opinions? فين ممكن نسمحوا لهم باش يعبروا على الرأي ديالهم؟ In town hall, councils and parliaments, in politics in general. إذن في مقرات البلدية، في الجماعات، في البرلمان. Why is young people's involvement in human development necessary? علاش الانخراط ديال الشباب في involvement in human في التنمية ديال الإنسان أو الاجتماعية necessary? Because they are the present and the future. Their involvement is necessary for sustainability. إذن هما الحاضر والمستقبل، والانخراط ديالهم their involvement is necessary، مهم للديمومة ولا للدوام. How should young people
be properly valued, كيف يمكن تقييمهم. طبعا الحل they should be valued through feedbacks and through allowing them to show their potentials. من خلال الفيدباك, فيدباك هو ورد الفعل او التشجيعات او الفيدباك, و allowing them to show their potentials. الاثنين هنا بطبيعة الحال عندنا واحد التكست غنسمعو, ولكن حنا اللي كيهمنا هو المرادفات. So below is a list of personal and societal assets that facilitate positive youth development. Underline in pencil words with the following meanings. إذا عندنا self respect, pride in oneself, مرادف ديالها هي self esteem, يعني الاحترام الذات, أو لا هي الاحترام الذات, احترام ذاتك, self esteem. Determination, مرادف ديالها resolution, إصرار. Confidence, assurance, الوثوق, الثقة. Detailed, thorough, the in-depth, abilities, what you can do, skills. إذن هنا match the assets. Assets هي ما يملكه شخص من قيم, هذه المعنى ديال assets. And the examples, physical development, قدر رجع على good health habit, هذه كدعود على physical development. بالنسبة للintellectual development, in-depth knowledge, المعرفة العميقة of more than one culture, أو للدقيقة. The critical thinking and reasoning skills, إذن التفكير النقدي والمهارات المنطقية ديال التعامل بالمنطق. كذلك good decision making skills, إذن الاختيارات الصائبة, مهارات الاختيارات الصائبة. وكذلك عندنا good conflict resolution skills, مهارات حل الصراعات. okay. Psychological and emotional development, نتكلم على realistic optimism, التفاؤل اللي هو الواقعي. كذلك نتكلم على strong moral character, أخلاق أو الشخصية اللي هي من ناحية الأخلاقية هي قوية. Positive self-esteem, يعني احترام الذات بشكل إيجابي. بالنسبة للsocietal development, عندنا good relationship and trust, إذن علاقة جيدة وثقة مع الآباء ومع الأقران ومع الأساتذة. Sense of personal autonomy, يعني الحس ديال الاستقلال الذاتي, مسؤولية. And good life skills, إذن المهارات في الحياة الجيدة. إذن having self-esteem is an extremely important asset. وكاين كذلك being a critical thinker is an important is an extremely important asset. okay. كاين having and being. Alright, you are going to hear an interview with an English teacher about the strength of young people. تسمع واحد الاوديو مع خاص بالقوة ديال الشباب. In pair, circle the words that phrases you expect to hear during the interview. شنو هما الكلمات من هادو اللي ممكن نسمعوهم أو نشوفهم؟ أنا غنعطيكم السكريبت باين, ما غاديش ملي أنا ما لقيتش الأوديو. competence هي القدرة, la competence, الاستطاعة. To resolve conflict, حل المشاكل, violence, العنف, character, الشخصية. Deeper insights into other cultures, هي التعمق الأفكار, أفكار اللي هي عميقة بخصوص ثقافات أخرى. physical strength, القوة الجسمانية. connections, تواصل. acts of their convictions, acts on their convictions, يعملون على قناعتهم. generation gap, الفجوة ما بين الأجيال. optimistic about their future, يعني أنهم متفائلين بخصوص المستقبل ديالهم. unemployment, unemployment هو البطالة. إذا التكست هو هذا. كاين عندنا هنا الانترفيور, المحاور والمحاور, انترفيوي. اذا كاين واحد مجموعه الاسئله, التكست التتمه ديالو هي هذه, هذه هي التتمه ديال التكست. اذا حاولوا ما امكن انكم تقراوا هذا التكست هذا, وغادي نشوفوا بطبيعة الحال غادي نشوفوا الاسئله. Now listen to the interview. Did you hear the words and phrases you expected while you were listening to the interview? حنايا ما سمعناش شيء, وانما شفنا. That was not important. Pairs work. Work in pairs. Student A, listen for specific information and find out how many examples that
does the interviewee give about competency? نرجع للتكس غلقاو عطا 6 examples. What does the interviewee mean by character? By character يعني نتما I am using the word character to mean positive values such as caring and honesty, responsibility, respect. إذن هذا هو اللي يعني هو character كدني positive values يعني القيم الإيجابية مثل الاعتناء بالآخرين والصدق والمسؤولية والاحترام وال justice العدالة social justice كذلك which example does the interviewee give to illustrate اش من مثال عطى المحاور باش يشرح equality and social justice ولا let me take integrity المثال اللي عطاه هنايا هو integrity okay young people act on convictions and stand up for their beliefs اذا كيخدموا على القناعات ديالهم وكيدافعوا على الاعتقادات ديالهم. According to the interviewee, what should be done to help young people further develop their assets? إذن هنا by encouraging them to speak up and make their opinions heard. إذن من خلال تشجيعهم على أنهم يتكلموا بصوت عالي ويعبروا على ويخليوا الآراء ديالهم مسموعة. And to get involved in خيرات on issues that are passionate about their about in their societies وينخلطوا في القضايا اللي متحمسين لها في المجتمع ديالهم. B عندنا هنايا so listen for specific information. What does the four C's stand for? Four C's here competence, connection and character. أربعة ديال كلمات اللي كيبداو ب C. What does the interview mean by connection? قالوا هنايا young people have good relationship with each other, with their school, their families, and their neighborhood where they live. هذه هي الكونكشن اللي كيتكلم عليها. Having good relationships, تكون عندهم علاقات مزيانة. Which example does the interview give to illustrate integrity? Young people act on convictions and stand up for their beliefs. According to the interview, what is young people's attitude toward the future? Now, الموقف ديالهم بالنسبة للمستقبل, الموقف ديالهم هو they are generally happy with their lives and optimistic about their future. They are optimistic, هم متفائلين بالمستقبل. All right, غندوزل use English communicatively. غنشوفو كيفاش كنعبرو على expressing wishes and regrets. شنو معنى ديال wishes and regrets؟ wishes هي التمني, regrets هو الأسف. اوكي غادي نشوفو هنا هاد wishes about the present. I wish if only you were here sharing this lovely holiday with me. I wish we saw each other more often. I wish I could speak Japanese. إذن هنايا شنو ملاحظ؟ ملاحظ على عندكم هنايا I wish زائد هاد where وعندكم I wish we saw و I wish I could speak بمعنى wish if only تابعين الباست. أوكي إذن هنا شنو معنى ديال الجملة؟ معنى ديالها أن كان أمنيات في الحاضر. ملي كتقول مثلا I wish you were here كنتمنى لو كنت هنا بمعنى أنك but you are not here بمعنى أنك أنت ماشي هنا. حتى بالعربية كنقولوها كنتمنى لو كنتي هنا وديك كنتي واش كدعني الماضي؟ ماشي الماضي, انت عمرك ما كنتي هنا, عمرك ما كنتي, كنتمنى لو كنتي. So it is wish plus simple past. إذا ملي يكون عندنا wish أو لا if only هما بحال أتمنى و if only معنى ديالها هي لو, هذا هو معنى ديالها فقط لو if only لجينا نعطيو الإكزاكت مينين ديالها. So I wish you were here. أتمنى لو كنت هنا. But you aren't here. علاش كنسميوها the present؟ لأن ملي كنعملو but you aren't here هذا هو الواقع, هو أنك ما كاينش هنايا. فهمتيني؟ إذا أمنيات أو التمني في الحاضر, أنت ما كاينش هنايا. وشنو كنتمنى؟ كنتمنى لو كنت هنايا. Wish plus simple past. الثانية شنو عندنا هنايا؟ I wish we saw each other more often. كنتمنى لو كنا كنشوفو بعضنا دائما, ولكن شنو هو الواقع؟ but we don't see each other more often, كنشوفوش بعضنا. اوكي ما كنشوفوش بعضنا, اذا كنتمنى لو كنا كنشوفو بعضنا ولكن حنا ما كنشوفوش بعضنا. كذلك I wish I could speak Japanese, وشنو هو الواقع؟ the present, الواقع شنو هو؟ but I can't speak Japanese. لاحظتوا I can't speak Japanese, انا ما كنقدرش نهضر. شنو كنتمنى؟ شنو الامنيه ديالي هي؟ كنتمنى لو كنت كنهضر. حتى بالعربية كنقولها كنتمنى لو كنت. اوكي
I wish I could speak. إذن هذه wishes about the present. أنا شوفوا دابا wishes about the future. عندنا هنا I wish if only all nations would could live in peace. إذن عندنا could would. الثانية I wish the situation were going to change. عندنا هنا were. I wish I would or I could. هنا عندنا I would or I could. شنو الملاحظة هنايا؟ هنا عندنا wish زائد would could or زائد simple past. Okay, we're going to. Okay, إذن هنا شنو معنى ديال هادي؟ I wish all nations would live in peace. But شنو الواقع؟ But they can't live in peace. ولكن ما يقدروش يعيشوا. ما يقدروش يعيشوا في سلم. لا دابا لا مستقبلا. Okay, I wish the situation were going to change. But the situation, but it is not going to change. ولكن ما غاديش يتغير. كنتمنى لو كانت غتغير. I wish I would or I could go on holiday, but I won't. I can't go on holiday. هذا هو الواقع. I won't go. لن أذهب. I wish I would go or I could go. Okay. عقلوا عليها. إذن الجملة الأصلية هي they can't live in peace. So I wish all nations would live in peace. All right. Now we move to wishes in the past. Wishes about the past. وهذا هو اللي عندكم هذا العام في الحقيقة. عندكم الأول وعندكم هذا الأخر هذا. Wishes about the past. لاحظوا شنو عندنا هنا. عندنا had won. هذا past perfect. وعندنا had worked. كذلك past perfect. وعندنا هذه could have participated. I wish I could have participated. كذلك تايا هذه could have participated. هذه regrets. خلينا نشوف دابا شنو معنى ديال هذه. I wish my classmates had won the environment competition. ولكن شنو اللي وقع؟ اللي وقع هو انهم but they didn't win. ما ربحوش. اذا هنا كنتكلم على شي حاجه اللي وقعت في الماضي ولكن كنتمنى لو ما كانتش وقعت. اوكي هما ما ربحوش. They didn't win. اذا شنو كنتمنى؟ I wish my classmates had won. كنتمنى لو كانوا ربحوا ولكن هما ما ربحوش. اوكي في الماضي. رقم جوج I wish they had worked harder. كنتمنى لو كانوا خدموا بجد ولكن ما خدموش. But they didn't work harder. Okay. لاحظوا دائما الأمنيات كتكون بالعكس. إذا كانت نيجاتيف كتكون بوزيتيف. إذا كانت بوزيتيف نيجاتيف. I wish I could have participated in the project. But I couldn't participate. ما كنتش نقدر. كنتمنى لو كنت نقدر. But I couldn't participate. I wished I had been there. But I wasn't there. أنا ما كنتش تما. I wished I had been there. Okay. Underline passive verbs that follow wish and if only. إذن شنو القاعدة اللي عندنا هنا؟ To express wishes for unlikely or impossible situations and to express regret we use wish plus. إذن باش نعبروا على شي حاجة اللي هي مستحيل تتحقق. Unlikely, impossible. ميمكنش تتحقق. كنستعملوا simple past. Wish plus simple past. بحال مثلا كتقول I wish I were American. كنتمنى لو كنت أمريكي. ما يمكنش. أنا ماشي أمريكي. أنا مغربي. Okay. Impossible. I wish I were American. Okay. Next number two. To talk about wishes and regrets about past situation. We use wish. هذه باش كنشرحوا لوليا. We use wish plus had plus verb plus participle. إذن بمعنى wish plus past perfect. To talk about wishes and regrets about past. كنا كنتكلموا على الأحداث اللي وقعت في الماضي. إما الندم عليها كنتأسفوا عليها ولا كنتمنى لو كانت ما وقعتش. To talk about wishes and regrets past. We use wish plus past perfect. Number three. We use wish plus that plus good when we are talking about people's ability to do things. إذا ملي كنتكلموا على الاستطاعة ديال الناس باش يعملوا شي حاجة. And wish plus would when we are talking about things that we would like people to do. ملي كنتكلموا على شي حاجة اللي كنبغيو الناس يعملوها. على أين اللي كيهم هنا هو رقم واحد وجوج. Wish is in the present, wish is in the past. هذا هو اللي كيهم. Complete this sentence. شوفوا الجمل هنا. I wish all countries had begun. كنتمنى لو أن الدول كاملة كانت بدات. I wish people everywhere but they didn't begin. Okay ولكن ما بداوش. رقم جوج. I wish people everywhere
were more concerned with the world around them, but they are not concerned. They aren't concerned. ولكن الناس ماشي مهتمين. I wish the major power of the world, the major power of the world work together, but they won't work. حتى كيفاش the future. I wish all countries stopped producing nuclear arm, but they didn't stop. الواقع الواقع هو اللي عندنا but. أما هذاك الشيء كامل في الأول هذاك غير متمنيات. الواقع هي they didn't begin. So I wish all countries had begun. لاحظوا they didn't begin بصرفة في الباس. إذا خصنا نستعمل wish plus past perfect. They aren't. في present خصنا نستعمل wish plus simple past. They won't work. في future خصنا نستعمل would plus verb. Infinitive. Didn't stop خصنا نستعملوا طبعا الحل في الباس خصنا نستعملوا but they didn't stop. I wish all countries stopped. Producing nuclear by the they don't stop, okay? They don't stop. They don't stop. They didn't stop. In pairs, read these facts about smoking. What do you think about them? Share your opinions with the rest of your class. Then and smoking. Smoking damages nearly every organ in the human body. Then هنا عندنا واحد مجموعة الأسئلة مجموعة ديال الجمل هنا about smoking. Smoking is bad for your health. Smoking is also bad for other people. They breathe in كيشمو كيستنشقوا your smoke دخان ديالك. Smoking is an avoidable cause of death. يعني يمكن تجنبه in many countries including Morocco. Smoking are more likely than smokers are more likely than non-smokers to suffer from lung cancer بمعنى أنهم أكثر ناس أنهم ممكن يعانيوا من سرطان الرئة permanently quitting smoking. إذن القطاع على التدخين بشكل دائم has immediate benefits for you and your loved ones. إذن عنده نتائج عاجلة. هنا بغينا نستغلو ولا بغيت نستغل هاد الموضوع باش نكتبو إشاء ونجاوبو على السؤال هذا. What is your opinion towards smoking؟ شناهو رأي ديالك اتجاه التدخين؟ إذن هاد الجمل هذا غادي نخدموهم بالطريقة هذه. اقرأوا هذه وقفوا اقرأوا. As far as I'm concerned, smoking is bad for the health. It is also bad for the other people who breathe in your smoke. However, it is an avoidable cause of death in many countries, including Morocco. Smokers says they are more likely than non-smokers to suffer from lung cancer. It is scientifically believed that permanently quitting smoking has immediate benefits for you and your loved ones. As a conclusion, I assume that smoking is dangerous, but it can definitely be avoided. إذن هذه واحد الإشاء اللي هو على استغلينا هذه الجملة اللي عندنا وحاولنا نركبهم في الباراجراف باش يعطيونا إنشاء اللي هو تعلموا من خلاله أننا نستعمل الجمل والروابط والجمل القصيرة etc. Reread the facts above and complete the sentence. إذن غنكملوا على الجمل. I wish smokers طبعا الحال knew more about the dangers of smoking but they don't know. I wish all parents would talk more about the dangers of smoking to their children. I wish each and every one of us were aware of the dangers of smoking. مطلوبكم هنا write your first five wishes about the present, the future, and the past in pairs. Ask and answer questions about your wishes. إذن هنا مطلوبكم تكتبوا واحد خمسة ديال الأمنيات على المستقبل والحاضر والماضي. Hypothesizing هنا عندنا واحد درس هو مهم ديال conditional type 3. Notice the underlying tenses in the following sentences and answer the following the question that follows. If Jack had worked harder, he would have got a promotion. Did Jack work harder? الجواب no. Did he get a promotion? الجواب no. Discover the rule. How do you form conditional type 3 here? أول اللي غادي نشوفه إن شاء الله دابا. Alright, so غادي نكملو رقم 3. If we had a very good goalkeeper, لو كان عندنا حارس ممتاز, we wouldn't have lost the game, ما كناش غادي نخسرو المقابلة. إذا عندنا جوج أسئلة. Why didn't you win the game? علاش ما ربحتوش الماتش؟ جواب ديالو because we didn't have a very good goalkeeper, لأن ما كانش عندنا واحد حارس ممتاز. سؤال ثاني. What would have happened? ماذا كان يمكن أن يقع with a very good goalkeeper on the team?
لو كان عندكم فريق حارس مزيان we could have won the game ولا we would have won the game كنا غادي نربحوا الماتش. رقم 4 I received an excellent training for this job. If I had not had an excellent training, I wouldn't have survived the job very long. إذا I received يعني حصلت على واحد التدريب مهم لهذه الخدمة هذه. If I had not لو ما كنتش حصلت على ذاك التدريب training, I wouldn't have survived. ما كنتش غادي نكمل في هذه الخدمة هذه. So, what was your training for the job like? كيفاش كان داك التدريب بالنسبة للخدمة ديالك؟ It was excellent. Under what circumstances would you have left the job? يعني تحت أي ظروف كنتي غتغادر الخدمة؟ Not having an excellent training. لو ما كانش عندي هاد an excellent training. إذا غنشوفوا هاد جوج الجمل اللي عندنا وغنشوفوا شكون اللي كتعني possibility إمكانية وشكون اللي كتعني ability القدرة. أوكي إمكانية ولا احتمال. If I had gone to Japan لو كنت مشيت لليابان I could have learned Japanese كنت غادي نقرا اليابانية. إذا هادي واش هي ability أو لا possibility؟ طبعا الحال هادي ability كنت غنقدر نقرا. If I had known there was an online Japanese course لو كنت عرفت على أنه كاين واحد درس أونلاين في اليابانية I might have tried كنت غادي نجربه. وأنا هي بطبيعة الحال A possibility احتمال كنت يمكن نجرب. Alright خلينا نشوفوا دابا الدرس اللي هو مهم اللي هو conditional type 3 هو اللي مهم عندنا هنايا في الدرس هذايا. So conditional type 3 third condition كنسميوها كذلك هي if القاعدة ديالو if plus past perfect plus would have plus part participle verb for past participle. إذن هي هذه مثلا عندنا هنا if you had studied past perfect had studied you would have passed the exam كنت غدوز امتحان would لاحظوا قاعدة would have passed the exam كنت غدوز امتحان. مثال آخر if I hadn't been sick لو ما كنتش مريض I would have gone to your party كنت غادي نمشي للحفلة ديالك ولكن خسارة كنت مريض I was ill. So the user the person is imagining الشخص اللي كيتكلم هنا كيخيل واحد الحالة imagining a different past a different past واحد الماضي اللي هو مختلف على اللي وقع imaginary خيالي that didn't happen اللي عمره موقع. بحال مثلا ملي كتقولوا if I hadn't been sick I would have gone to your party يعني I would have gone كنت غادي نمشي للحفلة ديالك ولكن واش هي وقعت واش انا مشيت للحفلة ديالك اذا انا كنخيل لانني ما مشيتش علاش ما مشيتش لانني كنت مريض. alright اذا الخط القاعدة ديالو if I had worked harder then I would have passed my exam لو كنت خدمت مزيان I would have passed كنت غادي ننجح I could have passed كنت غنقدر ننجح I should have passed كان خصني should have passed يعني كان واجب عليا كان ضروري انني ننجح. اوكي okay. if I had worked لو كنت خدمت مزيان كان ضروري انني ننجح ولكن ما خدمتش مزيان وممكن نقلبوهم نقولوا I would have passed my exam if I had worked harder كنت غننجح في الامتحان لو كنت خدمت مزيان I could have passed work. I would have passed my exam if I had worked harder. Okay. Anyway, خلينا نشوفوا دابا الأمثلة باش نقدروا نفهموا هاد لو طون هذايا ولا هاد الكونديشنال تايب 3. لوسيا didn't go to school last Monday because she was ill. إذا لوسيا ما مشاتش للمدرسة. لاحظوا هنايا عندنا didn't go في الباست. Because she was ill لأنها كانت مريضة. فهاد الكونديشنال تايب 3 دائما ديك if كتكون if plus cause هنا كنفتحوا على الكوز فين هو السبب اللي عندنا في الجملة وغيجينا السبب هو هذا she was ill. اوكي من بعد غنسقسيو فين هو الافكت افكت هو هذا إذا عندنا السبب كانت مريضة she was ill النتيجة ديالو she didn't go to school last Monday. لاحظوا كيفاش غادي نخدم غادي نبدا بالسبب هو الأولي verb to be غنصرفو في past perfect غادي يجي if Lucia hadn't been عندنا هنايا affirmative ملي غنعملو if غادي نقلبو غنرجع نيجاتيف if Lucia hadn't been ill وعندنا didn't go في الأفيرماتيف غنرجع في نيجاتيف غنرجع في affirmative غنرجع would have
وكاو رجع باسبور تي سيبل غان ان غادي يجيو منها فلوس هي هذا تبين ال لو ما كانش مريضه شي وود هاف غان تو سكول لاست ماندي. شوف المثال الثاني. I didn't cook dinner yesterday evening because my husband brought pizza. And the cause my husband brought pizza affects I didn't cook dinner. إذا كان بداو if my husband. إذا عندنا تما brought affirmative. ملي غادي نجي if غنعمل negative. Negative ديال past perfect hadn't brought. إذا غادي نجي if my husband hadn't brought pizza. تما عندنا I didn't cook. عندنا نيجاتيف غادي نرجع افيرماتيف بمعنى غنعمل وود هاف الفعل هو كوك غادي نرجع كوكت غادي الجمله if my husband hadn't brought pizza I would have cooked dinner yesterday evening. كنتمنى تكونوا ماشيين معايا في الخط. رقم 3 my father wasn't at home last night because he had an important meeting at home. Where is the cause, where is the effect? Cause هي important meeting had an important meeting effects هو he wasn't at home ما كانش في الدار. اذا if my father باش غنبداو غنبداو cause هي had a meeting. Had a meeting الفعل فين صار في الشكل ديال واش affirmative ولا negative. قالوا بان affirmative اذا غادي نعملو hadn't. وبما ان الفعل hadn't الاوليه ديال past perfect وhad الثانيه ديال الفعل اذا غادي if my father hadn't had an important meeting at the office ونرجعو ال wasn't لأن my father wasn't الفعل هنايا نيجاتيف إذا غنعمل would have نعمل عكس verb to be past participle ديالو هي been. هنا غادي الجملة if my father hadn't had an important meeting at the cafe he would have been at home last night. لاحظتوا كيفاش كنحاولوا الجمل بهذه الطريقة فاش كيجي امتحان ديال البكالوريا. تجول رقم 4 we were late for work yesterday morning so the boss was very angry with us. What is the cause? We were late effects the boss was angry. إذن if we غادي نبداو بالكوز فين هو الفعل اللي عندنا هنا were واش افيرماتيف أو نيجاتيف. افيرماتيف إذن غنعمل نيجاتيف. نيجاتيف past perfect hadn't were هو the verb to be. إذن غنجي if we hadn't been late for work yesterday morning ما نعملش سوا نحيدها نعمل the boss. إذن غنرجع الفعل اللي عندنا هنا هو was هنايا افيرماتيف إذن غنعمل نيجاتيف. wouldn't have was كنرجع past participle been. إذن كتجي الجملة if we hadn't been late for work yesterday morning the boss wouldn't have been angry with us. تجول رقم 5 حاولوا تعملوها حاولوا توقفوا الفيديو الله ديالكم وخرجوها ودبزوا معها وشوفوا كيفاش غتجيكم. دائما فتشوا على cause and effect. David and Claire didn't buy the house on Park Street because it didn't have a balcony. Where is the cause, where is the effect? Very good. Cause yeah it didn't have a balcony. Effect they didn't buy. Okay. If the house on Park Street if the house on Park Street عندنا هنا didn't have ياك في نيجاتيف غنرجعوها في افيرماتيف past perfect affirmative بمعنى had والفيرب هنا have past participle ديالو هي had. إذا غنجي if the house on Park Street had a balcony David and Claire عندنا didn't buy غنجي would have bought. If the house on Park Street had a balcony they and David and Claire they would have bought it. رقم 6 I couldn't get into the house because I forgot the key in the classroom. Okay فين هو السبب هنايا forgot the key نتيجة couldn't get in the house in the house. إذا غادي نبدا forgot if I forgot هنايا affirmative ولا negative affirmative. إذا مع if خسرجوا العكس ديالها negative. إذا غادي hadn't forgot couldn't get هنايا negative. إذا غادي would have get غادي نرجع got. إذا غادي الجملة هي هادي if I hadn't forgotten the key in the classroom I would have got into the house. كنتمنى من خلال هاد الأسئلة تكونوا فهمتوا هاد conditional type 3 اللي هو مهم بزاف. Alright complete the text below with the appropriate conditional form using the verbs in brackets. إذا هنايا عندنا هاد التصاور وعندنا التكست هو هذا. After I had graduated from ISIC, I applied. Graduated, يتخرجت. I applied for a job. إذن تقدمت لعمل with a prestigious national newspaper. National newspaper مع واحد المجلة اللي هي مشهورة. I didn't get the job because they wanted someone who had excellent desktop publishing skills. إذن ما حصلتش على الخدمة لأن خصهم شي واحد اللي يكون عنده مهارات في الكمبيوتر اللي هي مهارات النشر. I عندنا could take course in desktop publishing but I didn't. إذن I could have taken كان ممكن أنني ناخذ ولكن ما خديتش.
if I had taken that course I would have got the job. لو كنت خديت داك الدرس كنت غادي ناخذ الخدمه, ولكن ما خديتش الخدمه, ما خديتش في الماضي. Just imagine for a moment what my life might have been then if I had taken that job. تخيل كيفاش كانت غتكون الحياه ديالي لو كنت خديت, ولكن انا غير كنخيل هنا ولانني ما خديتش. Sometime later I took a course in desktop publishing. I'm a highly paid journalist now. I've had no regrets at all so far. Then in pairs ask and answer the questions. What would you have done if you had gone on holiday last summer? شنو كان ممكن تعمل لو كنت مشيتي؟ I would have enjoyed myself. If you had had a choice, which language, لو كانت عندك, لو كان لديك اختيار, which language would you have taken up? من اللغة اللي كنتي غتعلمها؟ When you were in lower secondary school, I would have taken up German. كنت غنتعلم الألمانية. Do you think Morocco would have won the 2002 World Cup if it had qualified? هل تظن المغرب كانت سيكسب لو كانت تأهلة؟ I don't think Morocco would have won the cup if it had qualified. Compare it. Read the description of Indian youth below, underlined in pencil, the gift of youth that Moroccan and Indian youth young people have in common. إذن هنا غنقراو هاد التكست وغنشوفو شنو هي الخصائص المشتركة ما بين الشباب المغربي وما بين كذلك الشباب في الهند. إذن هنا كنتكلموا على they are both vital and energetic human resource, هما مصدر حيوي ومصدر يعني واحد رأس المال البشري اللي هو مهم, وكذلك دي participate actively بجيج بهم كي يشاركوا بحماس etc. Moroccan films versus Mexican films ماشي مهمة ده. Some Mexican films are such ماشي c'est pas important. Learn how to learn how to use a monolingual dictionary. ده نستعمل ديال ديكسيونير, كيفاش كيعلموكم كيفاش تستعملوا ديكسيونير وصافي. دابا كل شيء كيستعمل ديكسيونير في الاونلاين كتمشي كيعطي الكلمة كتخرجها. It's not very important, ماشي مهمين هادو. كنظن اغلب الاسئله ما غاديش يوقفوا عند هذه, يمكن يوقفوا عند هذه. Write an advertisement on how we can further develop your young people's assets. اذا كتبوا واحد الاعلان او واحد الاشهار كيفاش اننا نطوروا ما يكتب الملكات ديال الشباب. Before you read, look at these slogans. هادو بعض الامثله اللي هما مستعملين. Find resources etc. ما عرفتش واش غادي يعطيكو. Often the proverbs, هنا هادو لي بروفيرب الامثله. Knowledge is youth, knowledge in youth is wisdom in age. Not very important. Now another culture, according to survey, British parents are more satisfied with the choice of schools available to them than their counterparts in either Germany or Spain. Not very important. In the United States, كذلك not very important. Make connections. What is philosophy all about? علاش كتكلم الفلسفة؟ علاش محور الفلسفة؟ هنا الأسئلة اللي ممكن نجاوب عليهم. Ethics, aesthetic, beauty, language, هادو كذلك. Take it over. غادي ما نظنش غادي الأسئلة يفكروا فيها بزاف. كذلك ما نظنش هادو Moroccan philosopher كيتكلم عن الفلاسفة etc. Brush up your grammar. هذه مهمة. Future perfect simple versus future perfect continuous. إذا شنو هو الفرق بيناتهم؟ أول حاجة غنشوفوا هاد الجمل ونشرحهم. I will have further improved my English by the time I finish this course. لاحظوا ديك by the time مهمة, ديك by the time. By next وكذلك by next October هي مهمة. هادو من بين الكلمات اللي كيخليوك تستعمل the future perfect. By next October, next October I will have registered for the university. شنو معنى ديال هاد الجملة؟ يعني أنه مع حلول شهر أكتوبر غادي يكون تسجلت, يعني أنك تتكلم على أن الحدث غادي يكون كمل. I will have learned, غادي يكون تعلمت enough Spanish, ما يكفي من الإسبانية باش نتكلم مع الناس. By the time I graduate, يعني مع تخرجي من الكلية, I will have had my medical practicum in a public, يعني مع التخرج ديالي من الجامعة غادي يكون حصلت على الخبرة ديالي في المستشفيات. In 7 years time, من هنا
سبع سنين أو من سبع سنين I will have qualified as a doctor. أنا كنت خرجت كدكتور. I will have filled. غادي نكون عمرت الطلبات ديال العمل مقبل التاريخ. I will have been in CV. غادي نكون مشيت للCV بقيت فيها ست سنين. يعني مع رجوعي إلى المغرب غادي نكون بقيت. لاحظوا غادي نكون بقيت. غادي نكون كملت. غادي نكون عملت. دائما كنتكلموا لأن الحدث كيكون كمل. By the end of next year. عقلوا على هاد. By the end. By the time. هادو مهمين. هما اللي كيوريو لكم أنكم غتستعملوا the future perfect. I will have been studying Spanish for 5 years. يعني مع مع نهاية السنة القادمة غادي يكون قريت الإسبانية لمدة 5 سنين. غادي يكون قريت 5 سنين وأنا كنقرأ. غنكون قريتها لمدة 5 سنين. كنركز على أنه طويل هنا. إذن هنا الدرس اللي هو future perfect. Future perfect tense. شنو هو future perfect tense؟ كاين simple future اللي هو هذا. Subject plus will have plus verb in past participle. بحال مثلا he will have done it by this evening. يعني مع هاد العشية غادي يكون كملها. Negative he will not have done it by is. إذا كنزيدو غير not. Interrogative كنعملو لانفيرسيون. Will he have done it by this. واش غادي يكون عملها. واش غادي يكون كمل مع العشية. طبعا حال الاستعمال to talk about an action that will finish before a certain time in future. باش نتكلمو على واحد الحدث اللي غادي يكون كمل مقبل واحد الوقت معين. By 8 o'clock tomorrow. يعني غدا مع 8. I will have taken off for Japan. غادي يكون طلقت طرت في الطيارة لليابان. غنكون مشيت لليابان. يعني مع 8 غنكون مشيت. لكن نتكلم على واحد الحدث اللي غادي يكون كمل مع واحد الوقت معين المستقبل. To talk about an action that will be completed before another event takes place. غنتكلم على واحد الحدث اللي غادي يكون كمل. She will have learned Chinese. غادي يكون تعلمت الصينية before she moves. مقبل ما تمشي للصين. إذا مقبل ما تمشي للصين غادي يكون تعلمت هنا. ما عندناش الوقت ولكن معنا حدث. غادي يكون تعلمت كملت صافي. To express convictions that something happened in the near past. The guests will have arrived at the hotel by now. And no, الحدث ديالك بحال مثلا دابا انت في مطعم نقول دابا غيكونوا وصلوا. الضيوف غادي يكونوا وصلوا دابا. مع الساعة هذه غيكونوا وصلوا دابا. The guests will have arrived at the hotel. عندنا كذلك the future perfect continuous. شنو هو the future perfect continuous؟ الشكل ديالو subject plus will have been. عاد كنعملو verb plus ing. I will have been eating vegetables for 3 months. بمعنى غادي نكون كليت الخضار لمدة 3 شهور. Negative I won't have been eating vegetables. Interrogative will you have been eating vegetables. شوفو الاستعمال ديالو. To show that something will continue up. باش تبين على واحد ان واحد الحدث غادي يكمل حتى لواحد الوقت معين. James will have been teaching at the university. James غادي يكون قرا في الكلية for more than لأكثر من سنة. By the time he leaves for Asia. مع مغادرته إلى آسيا غادي يكون قرا لمدة عام سنة كاملة وكيقرا كمبينة لأن it's very long. To talk about something that finishes just before another time. I will be tired when I get home. غادي نكون عيان ملي غنوصل الدار. Because I will have been working. لأن غادي يكون مشيت. غادي يكون خلفت تمشيت for over an hour لمدة ساعة. إذن هذا هو الفرق ما بين the future perfect and the future continuous. شوفوا استعملوا هذه الجمل هذه. In 6 months time we will have taken our baccalaureate. When we reach Agadir we will have driven for 5 hours. من أوصل أكادير غادي يكونوا سجنا. Okay. Number 3 we will have been volunteering. غادي يكونوا تطوعنا in the environment club for a year next month لمدة سنة. We will have finished this project work by dinner time. يعني ما العشاء نكونوا كملنا. By the end of this school year we will have carried out. غادي يكونوا عملنا واحد مجموعة more than 4 opinion polls. يعني 4 ديال أو الأكثر ديال شكون عملوا داك الاستفتاءات ولا ديال الرأي. We will have been conducting some research. غادي يكونوا عملنا مجموعة ديال الأبحاث on the gifts of youth على ما يملكه الشباب من طاقات for a week لمدة أسبوع next Tuesday.
in pairs and ask and answer the questions. What will you have done by next Monday? يعني شنو هتكون عملتي مع حلول الاثنين. I will have repaired my laptop. أنا يكون صلحت. Ask question. What will you have been doing by the end of the school year? Alright. Then عندنا stereotypes about a particular country in a group. كاريات إذا نطلب منكم تعملوا واحد مجموعة ديال الأبحاث الأستاذ ديالكم واللي غادي يعملها. هنا assess yourself. هنا تشوف هادشي وتشوف واش I can do it. واش تقدر تعملهم أو ما تقدرش تعملهم أو لا I can do this. But poorly. أو لا يعني وش اكتسبتي وش فهمتي مزيان هادشي اللي درت في unit number 1 and unit number 2. شوفوا الرقم جوج communication. Reem and Elias are university students of English. Complete their exchanges. غنكملوا على الحوار ديالهم. I'm planning to apply for a job now. I can't wait until I graduate. Give advice. نعطيو نصيحة. قلنا why don't you look for a job in Marjan? Respond. بالجواب sounds interesting. قل له اقتراح مهم. Will you go on this tour of the south this spring holiday? No, I really can't express your wish. I wish I had free time. كنتمنى لو كان عندي وقت حر ولا وقت فارغ. The classical concert last night was wonderful. Did you go? No, I didn't express your wish. I wish I had gone. كنتمنى لو كنت مشيت. Okay. Next exercise. Use some of the words to complete the following exchange. And then how can we and misunderstand this between cultures by مثلا family تقال by being aware or by being conscious. By being aware or conscious لما عندش aware and unaware ما سابقش. What is another way of saying pass on? To hand down on. Right. Right? That's good. كنا عملنا تمرر. كنا شفنا هذه في unit number 1 كنظن. Varies from one culture to another. Then they are distancing. It does indeed. Do you think all are inaccurate? Do you think all stereotypes are inaccurate? يعني غير واقعيين غير حقيقيين. I think so. Next exercise. Complete these exchanges. You. Had you studied any English at all before you went to the lower secondary school? No. Why? I thought you had studied it. Did Abdul Latif, our good friend, get the job with the bank? Yes, he did. Why? Because he had submitted an impressive CV. لأنه قدم. كان قدم. كان قد قدم. What would have happened if I had applied for the same post? You would have got it for sure. I would have acquired enough Italian to be able to communicate with the Italians by the end of. I will have acquired غادي نكون اكتسبت الإيطالية بما يكفي للتحدث مع الإيطاليين by the end of this year. Good for you. Alright, rewrite the sentences as suggested. إذن غنعاودوا الجمل هادو هما الامتحان البكالوري هكا كيكون. The athlete didn't train regularly. He didn't win the race. Conditional sentence. If the athlete had trained regularly, he would have won the race. I have to go to the dentist this afternoon. I wish I would go to the dentist this afternoon. We have missed the beginning of the sitcom. If only we hadn't missed the beginning of the sitcom. The weather is not going to change according to the weather forecast. I wish the weather would change. Complete the sentences with the words for the phrasal verbs. This car eats up a lot of petrol. My classmates and I really get along with each other. يعني عندنا علاقة مزيانة. Get along بمعنى عندنا علاقة مفتوحة. When you are giving a talk, try to get all your points across. بمعنى توضحهم واضحين. وضح النقاط ديالك. Just keep on. You will make it. يعني استمر. Enrollment at this school is going up. إذن التسجيل في المدرسة يرتفع. We will add more classes. خصنا نزيدو. We will add more classes. خصنا نزيدو أقسام أخرى لأن التسجيل غادي بواحد الوتيرة مرتفعة. Coming up. Alright. شنو عندنا هنايا؟ كاين هنايا article. How to become a good mathematician.
watch it again. Thank you very much for watching. This is the end of unit number 2, Insights to English, presented by Ahmed Sayar. صعيبة بزاف لأن كدابا unit number 2 كاملة اللي فيها listening هذه كلمنا لكم تقريبا في 50 دقيقة وكل شيء اللي نورمالمون خصو من الأستاذ هذه في 3 الأسابيع تقريبا ولا جوج الأسابيع على أي كنتمنى لأنكم تراجعوا هذه وتقراوا هذه قبل ما تمشيو للقسم. المشكل ديال هذا الكتاب انسايتس علاش ما كيخدموش فيه الاسئله بزاف لان فيه شي حوايج اللي هما معقدين بحال دابا هذه المره عملتو كونديشنال تايب 3 وانتم باقيين ما خدتش باس بيرفكت. شنو هو باس بيرفكت؟ هذا هو المشكل. هذا الكتاب ماشي تال تما داكشي علاش الاسئله ما كيحوش واحد عين. انا كنعطي الاجوبه للتلاميذ باش انهم يفهموا. كنتمنى على انكم تفهموا. اذا ما فهمتوا شي التليفون ديالي هو كاين. ثانك يو فيري ماتش. سي يو نيكست.